غير باش بما دام واقفين كلنا باش تنتهي شي حوايج تما. هذا ماشي مشكل. الاخوان ولو غير ولو غير الفئات الصغرى. ولو غير الفئات الصغرى واش تجيو لوليدات صغار حتى القشيش تجيو حتى الدوزيات. تجيب لك تسنات توقيت اللي بغا تيعطيو عليك. راه هاد الاكراهات كنعيشوهم راه عجزنا الرياضة وما يجي منها. وبالنسبة للتوقيت ديال الفروق راه كنظن راه ما كاينش مشكل راه ملي كنتفقوا داك الشيء راه كيكون الامور. ومرة أخرى كنشكر الإخوة اللي صارين على هاد الشيء راه ماشي 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 يعني راه ما كاينش والو كاع لا ما غاديش نقول هاد المسألة غير هاد الإكراهات هاد النقط اللي قلنا راه كنعيشوهم وكنعيشوهم ضغط كيعيشوهم كاع الفروق. لا الان عندهم مشكلة الاستقبال ونصور مشكلة الاستقبال حنا كذلك دابا حنا البلاد كنستقبلو في قشيش وبنات اقسم لك بالله السيد البشير لا يوميا ترونسبور ميني بيس قلنا ليه عقل ثلاث في قشيش وتخرج البنات يمشيو في حالهم وداك الشيء كيتزنى من هاد الجهات والمات الجهات هانتوما عرفتوش السيد البشير راه ما كاين والو راه الله غالب يعني ما فيها باش الا تحنا استقبلنا في سيراننا ونحسوا بان حتى حنا الناس يجيو عندنا ضيوف ما كاين مشكل حتى حنا راه الاشاره في اي تظاهره في اي حاجه. ومره اخرى كنشكركم كاملين. كنشوفوا رئيس تيجي لعين المكان وتيشوف هذه المشاكل ديالنا لانه ما عمر شي رئيس داز وحضر وشاف لنا المشاكل ديالنا بغض النظر عن التعامل ديال المسائل الاداريه والامور الطريقه العلاقات السيده معهم منذ سنين ومنذ اعوام وهذا الباشا ودي دازو كان عندنا مشكل مع السيد رئيس المجلس سامحه الله في هذه اللحظه لانه الحق هذا بغيت نحيي الله انه ولد عندنا في هذه الورطه ونعيشوا هذه الاكراهات ونعيشوا هذه الرياضه داخل الجامعه لانه الانسان ماشي رياضي انا غادي نتكلم عن الناحيه الاداريه المسائل الاداريه اكراهات اجتماعات ماراثونيه ولكن ما عمرنا عشنا شي مسائل اللي هي الحقه هادشي راه ياسر في تصررنا حنا كجمعيات رياضيه وانديه بانه حنا بنا نزيدوا لقدام الحق هذا راه غير هذه الخطوه كيبان لي راه غادي يكون الاصلاح وغادي يكون الاصلاح من غير هذه البديله راه تيبان لي اخويا انا راه الحلقه فرحان.